هلو، كيف حالكم؟ ان شاء الله انتم كويسين. طبعا ده لوك زفة التخرج، بس خلينا نبعد ورا. كيف؟ المهم بحكي لكم قصة العبارة اللي احنا كاتبينها في التيشيرت. طبعا انا دارسة اداب عن نفس، فاي زول الاقيه هو يقول لي ايش دارسة عن نفس؟ اوه يعني تقدري حلليني، او يجي يقول لك يعني انت دحين تقدري تقري افكاري. So كتبنا هنا we don't read mind we study behavior، يعني احنا ما بنقرأ اللي في الراس او بنقرأ الافكار، احنا بندرس السلوك. So عشان مثلا لو تلقزون قاري عن نفس ما تجي تقول له حليني او انا بفكر بشنو. الاسئلة هذه ما تسألوها الناس عن النفس وبس. وباركولي، ايوه صح، اليوم كان زفة التخرج. وقولوا لي ايش رايكم في الميك اب.